يمزح ولا يقول إلا حق. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت احملني يا رسول الله، فقال لا أحملك إلا على ولد الناقة. فقالت وما يغني عني ذلك يا رسول الله؟ ذهب خيالها بفكرها إلى ولد الناقة بعد ولادته، ولما يصر فصيلا بعده، أو وهو حديث عهد بفصال، هذا لا يطيق أن يركب ولا يمكن أحدا من ظهره. فقال أحملك على ولد الناقة. قالت يا رسول الله وما يغني عني ولد الناقة؟ قال لا أحملك إلا على ولد الناقة. من هنالك فهم فضحك، وهي لا تفهم وتراجع رسول الله. كيف نبين لها؟ نقول وهل من بعير إلا وهو ابن ناقة مهما على سنه؟ فلا أحملك إلا على ولد الناقة. وأخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا لزوجها أو تخبره بشيء عن زوجها، فقال زوجك الذي في عينه بياض. قالت ليس في عينه بياض يا رسول الله. قال بل في عينه بياض. تقول ليس في عينه بياض يا رسول الله، يقول بل في عينه بياض. وهل ذو عين إلا وفي عينه بياض؟ فانظر كيف داعبها وكيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الصدق الحسن. يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو في البيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشمائل المحمدية تصف النبي صلى الله عليه وسلم.